أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، النهاردة معاكم مستر أيمن فاضل. هنكمل مع بعض سيشن الفيزيكس سكندري 3. طبعا مس هالة في السيشن اللي فات عرضت مع أبنائنا الطلبة البارت بتاع كيرشو فيرست لو اند سكند لو. النهاردة حبينا نعمل ريفيو كده أو ريفيجن بسيطة على examples أو applications لشابتر 1 كله، عشان نقف على بعض النقاط قبل ما نبدأ في شابتر 2 بإذن الله. هنعرض مع بعض أول application عندي، بيقول aware the resistance of it is 35. عندي wire length بتاعه 1 متر طبعا of resistance 35 ohms is required to be used in making a heater to obtain heat energy of 25,200 joules per minute. يعني الواير ده مطلوب ان انا استخدمه في طبعا صناعه سخان عشان يديني طاقه heat energy كانت القيمة بتاعتها 25,200 joules per minute. هو هنا طالب مني ان انا اعمل calculate the length of the wire needed if the potential difference is 210 volts. عاوز يقول هو الواير اللي عندي ده اللي resistance بتاعته 35، مقاومته 35 واللينث بتاعه 1 متر، مطلوب مني ان انا استخدمه في making the heat يديني heat energy 25,200 or 200 joules per minute. عاوز بقى اللينث اللي كان مطلوب من السلك ده، لو كانت البوتنشال انرجي او البوتنشال ديفرنس is 210 فولتس. هنا في الابلكيشن ده بيقول ايه؟ هنبدا بجزئيه بسيطه الاول، نعرض منها ازاي هقدر اجيب او استخدم الداتا اللي عندي. طبعا احنا عارفين ان الهيت انرجي، لو انا بصيت كده على جزء الهيت انرجي المطلوبه، طبعا بنقول ان الهيت انرجي ايكوال في اي تي، طبعا اللو او الرول القاعده اللي انا بستخدمها علشان اقدر اعين الانرجي كونسومد انرجي يعني، ودي ايكوالز في باور 2 اوفر الار تايم، لان الفي اي هي قيمة الـ V باور 2 اوفر الـ R وادي التايم. طيب حضرتك بتقول يا مستر هنا الهيت انرجي اللي كانت مطلوبة عندي او اللي موجودة كانت عبارة عن ايه الهيت انرجي دي؟ كانت قيمتها 200 او 2500 جول. طبعا البوتنشال ديفرنس عندي اللي كان مطلوب اللينس بتاع السلك ده علشان يتوصل بيه كان 210 فولت طبعا بالباور 2 over R by 60 علشان هنا كاتب لي 25 to 100 جول بير مينت. طيب يا مستر ما هو بعد كده ممكن اجيب من هنا الار من القانون ده، الار عندي equals هنا من باي طبعا using الكالكوليتر هيديني قيمه الار 1 طبعا 105 اومز. كده الار اللي عندي اوف 1 متر كانت مقاومتها المقاومه اللي كان طول السلك بتاعها 1 متر ادتني ريزيستنس كانت او 35. من هنا هنقدر نقول لو انا عملت ريليشن ما بين الار 1 والار 2 وكان ال L1 موجود هقدر اجيب الطول الثاني او ذا سكند لينس علشان يديني قيمه المقاومه الجديده اللي هي 100 طبعا 5. الار 1 عندي طبعا 105 القيمه اللي موجوده. طيب والار اللي كانت موجوده الاول 35 ال1 ده المطلوب بقيمه دي، يبقى الار اللي كانت عندي او ال ال2 المتر اللي انا او اللينث الثاني كان 1 متر، سو لو انا عملت كروس مالتيبليكيشن هنا هيبقى قيمه ال ال المطلوبه 3 متر. يعني هنا الطول المطلوب من الواير ده علشان يعني يعمل لي ايكويفلنت للبوتنشال ديفرنس في الحاله دي 200
10 فولت كان 3 متر، ودي فكره ان انا بستخدم فيها عندي تو ايديا فكرتين. فكره ان انا بعمل ابلاينج للرول بتاع الكونسومد انرجي، بعمل ابلاينج ريليشن ما بين الار والال، لان احنا كنا عارفين ان الار كانت دايركت بروبورشنال مع اللينث اوف ذا واير، وده دليل لما كان السلك طوله متر كانت المقاومه 35. لما المقاومه عندي تطلع 105 يبقى ده معناه ان اللينث لازم يزيد، عشان ده بياكد لي يا اولاد ان العلاقه او ريليشن ما بين الار ريزيستنس اند ذا لينث is direct proportional. ننقل لانذر ابلكيشنز، نشوف ذا سكند ابلكيشنز عندي. التطبيقات الثانيه بتقول ايه؟ ايوه هنا بيقول ان ذا illustrated electric circuit، في الدايره الموضحه قدامي دي، كالكوليت نمبر 1 ذا current passes through ذا 12 فولت باتري. عاوز الاي اللي بيمر في البطاري، الفولت بتاعها هنا 12 فولت. كمان طالب مني ان انا اجيب الالكترو موتيف فورس في بي 1، قيمه البي بي 1 عندي في البطاري الثانيه. زي ما احنا شايفين السيركت اللي قدامي دي كده واضح ان احنا هنستخدم كيرشوف فيرست لو اند كيرشوف سكند لو. طيب تعالوا نشوف هنقدر بقى نستخدم او نعمل ابلاينج للكيرشوف فيرست لو والكيرشوف سكند لو ازاي. نبدا باول جزئيه كده، هنيجي عند البوينت بي اللي عندي دي، هنقول باي ابلاينج كيرشوف فيرست لو، يعني كيرشوف كوانتيتي اور كولوم لو ات نود بي، عند البوينت بي. واضح يا بيه مستر عند البوينت بي ان الاي 1 والاي 3 طبعا دول اوت من النود دي، من البوينت دي، انما اي 2 كان ان، واحنا طبعا ان سميشن الكارنت ان ايكوال السميشن بتاع الاي الاوت كارنت. يبقى انا هنا عند النود بي اقدر اقول له ان اي 1 اللي داخل هنا النود دي ايكوال السميشن لاي 2 بلس اي 3. سو لو انا عندي القيمه دي، طب ما هو اي 1 يا مستر الفاليو بتاعتها موجوده على السيركت 3 امتر او 3 امبير. طيب ما هو ده معناه لو احنا عملنا سبستيتيوشن عن الفاليو بتاعه الاي 1 ب 3، يبقى كده الفيرست ايكويشن اللي انا كونتها 3 امبير ايكوال اي 2 ماينس اي 3. كمل. طيب بعد ما عملت اول ايكويشن اروح اعمل ابلاينج بقى للكيرشوف سكند لو. شوف هنا اني مسار يا مستر، تعالوا نبدا في فكره المسار او اللوب اي بي اي اف اي، اي بي اي اف اي، انا شغال في اللوب ده، المسار اللي عندي ده. لو انا جيت اشتغلت بالكيرشوف سكند لو هلاقي ان طبعا السمشن اوف بوتنشال ديفرنس ايكوال السمشن اوف الكتروموتيف فورس، يعني ال في بي 2 اللي عندي دي ايكوال مجموع الفروق بتاعت الجهد في اللوب ده. طب هنا عندي اللوب اللي ماشي عندي ده، لو انا بصيت عليه هقول ان اي 2 باي 6، فين 6 اوم؟ الاي 2 دي ماشيه في المقاومه 6 اوم، يبقى انا هقول ال في بي 2 اللي عندي دي، لان ار 2 الانترنال هنا بزيرو، يبقى ال في بي ايكوال البوتنشال ديفرنس اللي عندي هنا في اللوب الاول ده اي 2 باي 6. عندي قيمه يا مستر ال في بي 2، ايوه 12 فولت. طب ما هو هنا هنقدر نعمل سبستيتيوشن عن ال في بي 2 ونعوض عنها بالقيمه 12 دي اي 2، سو ذا فاليو اوف اي 2 ايكوال 12 اوفر 6، يعني 2 امبير. كده انا جبت الاي 2. سهل بقى ان انا اقدر اجيب الاي 3، لان احنا عندنا 3 ايكوال اي 2 ماينس اي 3. هنقوم نكمل. So the current passes through 12 فولت، كده انا ممكن اقدر اجيب قيمه الاي 3، وده التيار اللي بيمر في
الباتري 12 فولت، اقول له ده ايكوال اي 3 ايكوال اي 2 اور اي 1 ماينس اي 2، ومعناه اي 1 عندي طبعا ب 3 امبير، طبعا هعوض عنها ب 3، والاي 2 احنا حسبناها 2 امبير، يبقى الاي 3 يعني الكارنت اللي كان بيمر في البوتنشال الكتروموتيف فورس 12 فولت او الباتري 12 فولت كان ايكوال 1 امبير. طيب علشان اقدر احسب الالكتروموتيف فورس ان باتري في بي 1 هنا في البطاريه دي، يبقى لازم اشتغل على لوب ثاني. هنا عندنا لو انا اشتغلت على اللوب الثاني ده اقدر اقول by applying Kirchhoff second law على اللوب الثاني بقى اللي هو B T D E B، هشتغل على اللوب الثاني برضو هقول ان V B 1 equals هنا بقى البوتنشال ديفرنس اللي عندنا ال I 1 ده مع المقاومة 3، يبقى I 1 by 3 plus ال I 2 اللي عندي مع المقاومة 6، يبقى plus ال I 2 multiply 6. So VB1 equal ال I1 عندي القيمة بتاعتها احنا حسبناها ب 3 امبير، يبقى 3 by 3 plus ال I2 2 by 6. So the value of VB عندي هنا equal 21 volts يعني 21 volts. شوف another application. The opposite graph shows the relation between the terminal voltage of a battery and the current drawn from it. يعني الجراف اللي قدامي ده أولاد relation between potential difference between أو the terminals and the current اللي بيمر through it. هو طالب مني إن أنا أعمل determination أو calculating للالكتروموتيف فورس اوف ا باتري، عاوز قيمة الـ EMF. And the second required عندي B إن أنا أعين الـ internal resistance المقاومة الداخلية R small. لو أنا بصيت على الجراف الأول كده يا أولاد، الـ relation between الـ V والـ I، في الـ values عندي 12 volts، طبعًا 8 volts، وهنا 8 امبير. في البداية لازم نقول البارت الأولاني عندي بيقول إيه؟ وين I بزيرو، نعرفين لما الـ I عندي هنا بزيرو على الجراف، واضح إن كده الـ V إيكوال V B، يعني الـ V B هنا 12 فولت، القيمة دي. طيب وهنا هحتاج الـ V B ليه يا مستر؟ ما أنا لو عملت أبلاينج يا أولاد للريليشنز اللي هنا العلاقات اللي قدامي دي، هلاقي ان الريليشن اللي كانت بين البوتنشال ديفرنس اند الكتروموتيف فورس في الحاله دي، طالما الكيرف او الستريت لاين تو داون ال في ايكوالز في بي ماينس الاي ار، ال في حضرتك هنا القيمه بتاعتها طبعا 8 وال في بي قيمتها في الحاله دي ب 12 ماينس الاي اللي عندي الكورسبونس للـ value 8 فولت دي ب 8 امبير. So الـ 8 بتاعت الـ potential difference equals 12 minus 8 R internal. So the value of internal طبعا resistance equal half ohm. يبقى أنا هنا استخدمت فكرتين، فكرة إني لو جالي جراف وكانت الـ relation ما بين البوتنشال ديفرنس اند الكرنت، ده معناه ان انا هعمل ابلاينج لي اومز كلوز سيركت، وفي الحاله دي دايما البوتنشال ديفرنس عباره عن الفي بي ماينس الاي ار عشان اقدر اعمل او احسب قيمه ريزيستنس اند الفاليو اوف الكتروموتيف فورس. طيب نشوف الانترنال اللي انا هقدر احسبها. حضرتك قلت كده الاي او الار ب 0.5. طب ما هو يا مستر احنا متعودين ان لما كانت الاي ب 0 وكانت كده الفي ايكوال في بي، يبقى الفي بي هنا عن 6 فولت.
طب ما هو مستر لو انا استخدمت الريليشن الثانيه دي ال في بي ماينس ار ار، يبقى انا هقول ال في بي بقت 3، لان احنا عندنا المفروض ان انا لو عوضت بقيمه ال في بي ب 3 ال في البوتنشال ديفرنس 3 عندي، وال في بي 6 ماينس ال 4 اي اللي هي قيمه الاي اللي عندي اللي كان بيمر ثرو الار انترنال بقت 0.75. تعالوا نشوف التطبيق ده علشان مهم، لان احنا هنا بتعتمد requirements عندي على حساب او finding electric current intensity في 3 resistors وكمان البوتنشال ديفرنس في كل resistors من البارلل والسيريز كونكشن. هنا بيقول 3 resistors 10 ohms 30 ohms 60 ohms. انا عندي ثلاث مقاومات، عندي اول ثاني مقاومه 30 اومز، ثالث مقاومه 60 اومز. ار كونكتد ان سيريز وذ باتري اوف اي ام اف 50 فولت، ببطاريه قوتها الدفعه 50 فولت. طيب فروم داتا، داتا اللي عندي دي كلها طبعا الاي كارنت اللي داخل هنا كان هاف امبير. هنا بيسالني بيقول ايه؟ ليتر ايه؟ الالكتريك كارنت انتنسيتي ان 3 ريزيستورز، عاوز الاي في المقاومه الاولى، اي في السكند ريزيستورز، والاي في الثيرد ريزيستور. بعد كده مطلوب ان انا اعين البوتنشال ديفرنس ان ايتش ريزيستور. نبدا في اول ريكويرمنت عشان اجيب الالكتريك كارنت انتنسيتي. واضح من الجراف او من الفيجر اللي قدامي ان الار 1 والار 2 والار 3 ار كونكتد ان سيريز، طبعا زي ما هو قايل. طيب ما انا ممكن الاول اقول ان الار اكويفلنت ايكوال ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3، يعني 60 بلس 30 بلس 10 يعني قيمتهم 100 اوز. طيب by using or applying اومز لو، لو انا طبقت قانون اوم اي ايكوالز في اوفر الار، الفي عندي الداتا بتقول جراف 50 فولت، الار اكويفلنت اللي انا حسبتها 100 اومز، سو ذا فاليو اوف ذا الكتريك كارنت انتنسيتي ايكوالز 0.5 امبير. طيب ما هو يا مستر احنا عاوزين كمان نقدر نحسب البوتنشال ديفرنس ازاي بتاعت اي، اروح احسب لو انا رحت حسبت الفي 1 هنا، هي طبعا الفي ايكوال الاي ار 1، ان انا علشان اقدر احسب البوتنشال ديفرنس في الفيرست ريزيستور هي كانت باي مالتبلاينج الكارنت اللي بيمر فيها بقيمه المقاومه. الاي اللي عندي انا حسبته طلع 0.5 امبير، اي الار الاولى 60، سو يبقى انا عندي كده 0.5 × 60، سو ذا فاليو اوف بوتنشال ديفرنس فور ذا فيرست بوتنشال ديفرنس الفيرست ريزيستور كانت ايكوال 30 فولت. نحسب البي 2، خلاص ما احنا عرفنا ان انا عشان اقدر احسب البوتنشال ديفرنس لكل ريزيستور كل اللي انا بعمله بدور على الاي اللي مرت في الريزيستور دي وبعملها مالتبلاينج في قيمه المقاومه دي. عشان كده لما رحنا كمان نحسب البوتنشال ديفرنس في 2 في الار الثانيه دي كانت ايكوالز الاي اللي هي خلاص قيمته ثابته، لان احنا اتفقنا ان كيس اوف سيريز طبعا كونكشن الاي بتبقى كونستنس في كل الريزيستورز. انا حسبتها 0.5 خلاص، يبقى كل المقاومات بيمر فيها نفس الكارنت، يبقى ال V2 equals I R2 equals 0.5 by 30 to it equals 15 volts. And finally the reading of V3 البوتنشال ديفرنس في الثيرد برضو I equals or I multiply R3 and it equals 0.5 × 10
so it equals 5 volt. يبقى انا كده قدرت احسب V1 واحسب ال V2 واحسب ال V3. يعني انا عاوز من كل تطبيق اقدر اخرج بفكره ان التطبيق ده خلاص انا عرفت ان دايما لما بيجيب number of ammeters A1 A2 A3 خلاص ما هو ال I اللي في A1 equal I اللي في A2 equal الريدنج بتاع ال A3 عشان خلاص التوصيل ده سيريس. انما لو انا بصيت على الفيجر يبقى الفكره الثانيه طالما الريزيستورز ار كونكتد ان سيريس يبقى ده معناه ان كل ريزيستنس عندها potential difference او reading مختلفه V1 differ than V2 differ than V3. نقل لتطبيق تاني نفس فكره التطبيق الاول ولكن عملنا نوع تاني من التوصيل. يبقى انا طبقت فكره ازاي بجيب الكرنت في كل ريزيستورز مره لما كانوا in series connection ودلوقتي هقدر اشوف نفس الكرنت انتنسي بحسبه ازاي بس لو جالي في حاله البارل كونكشن. هنا بيقول in the opposite figure find number one equivalent resistance. طبعا المقاومه المكافئه هنقدر نحسبها الاول لريزيستورز دي 30 و 60 و 20. number two طالب مني الالكتريك كرنت انتنسي in each resistors عاوز الاي في كل مقاومه وهنا الاي مش هتبقى كونستنت مش هتبقى ثابته لان طبعا ده parallel connection. كمان طالب مني التوتال كارنت بعد ما اجيب الاي 1 والاي 2 والاي 3 readings هقدر احسب قيمه الاي اللي هي التوتال كارنت. تعالوا نشوف اول حاجه طالب مني الايكويفالنت ريزيستنس سينس ان المقاومات دي ار connected parallel so the equivalent resistance equals 1 over R equivalent equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. R1 عندي ب 30 يبقى 1 over 30 plus 1 over 60 plus 1 over 20 هيديني القيمة كلها 1 over 10. يبقى ده معناه ان ال R equivalent عندي لل equal 10 ohms. Another requirement. تعالوا نحسب الاي في كل طبعا resistance. هنا الاي بقى لازم يبقى different. عشان ده احنا اتفقنا ان ده parallel connection للresistance. روحنا نحسب الاي 1 يعني الريدنج للاميتر 1. V1 over R1. V1 عندي ب 60. طبعا ال V1 كل ال V اللي موجودة عندي هنا هي قيمة ثابتة لأن طبعا الناس عارفة أو أبنائنا الطلبة فاهمين إن in case of parallel connection للريزيستورز هنا اللي بيبقى constant بيبقى potential difference. وطالما ال EMF أو الباتري عندي 60 فولت يبقى الفولت اللي بيشغل الريزيستورز دي هي الفولت هنا هي الفولت في الثيرد ريزيستور. So V1 هي 60 over ال R1 اللي هي 30 equal 2 امبير يبقى القراءة الأولى هنا 2 امبير and the second reading of current أو ال R2 second current عندي في الأميتر الثاني ده كانت ال V2 وطبعا ال V2 ب 60 وال R2 عندي هنا على الفيجر ب 60 so ال I2 equal 60 over 60 equal 1 امبير and the value of I3 equal V3 over R3 وده equals طبعا ال V3 ب 60 وال R3 ب 20 so the value of I3 equal 3 امبير. يبقى انا كده قدرت اجيب برضو ال electric current intensity in each resistor. شوف ال third required طالما انا قدرت اجيب I1 وقدرت اجيب I2 و I3 يبقى total current I1 plus I2 plus I3 يعني كل الفاليو عندي 6 امبير. يبقى انا كده قدرت افرق ما بين امتى يكون عندي constancy ثبات في الكرنت وامتى طبعا are connected together
وامتى يكون عندي كونستنس ان ليه فروق الجهد امتى او فرق الجهد بيبقى ثابت امتى. كده قدرنا نوضح الفرق ما بين السيريز كونكشن والبارل كونكشن في حاله الفاليوز بتاعه الاي والفي. ننقل لتطبيق ثاني. هنا فيجر اللي قدامي بشكل بسيط او بطريقه بسيطه كده طالب مني ايه؟ جايب لي عندي جروب اوف ريزيستورز بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ذا ايكويفلنت ريزيستنس. هنا طالب بقى الايكويفلنت ريزيستنس احسبها ازاي؟ لو انا بصيت على السيركت اللي قدامي دي هي الكومبوننتس بتاعتها او كونسيستس اوف ايه يا مستر؟ اولا فيها باتري عندي ريزيستنس 8 اومز اند 6 اوم اند 3 اند ريزيستور طبعا 40 اوم، وطالب مني الايكويفلنت اللي عندي المكافئه او المقاومه المكافئه. بيسالني هل هي الايكويفلنت 8 اومز اور 16 اومز اور 10 اومز اور 2 اومز. عاوزين نبدا ازاي نقدر نحسب الايكويفلنت ريزيستنس للفيجر اللي قدامي ده. طبعا في طريقه عندي طريقه البوينتس. لو انا جيت على الفيجر ده وجيت قلت هنا عندي التيار زي ما احنا شايفين، خدت السيركت دي كده وقدرت اعمل لها طبعا انديكيشن تحديد بالبوينتس. اعتبرت ان التيار فروم بوزيتيف ادي البوينت 1، هنا مفيش ريزيستنس بتقابلني يبقى انا ما غيرش البوينت 1. بعد كده عديت على ريزيستنس 8 يبقى كده بقت بوينت جديده 2. كمان عديت على ريزيستنس 6 بقت بوينت 3. هنا مفيش ريزيستنس قابلتني يبقى نفس البوينت 3. مفيش ريزيستنس كمان يبقى نفس البوينت 3. انما لو رحت للمقاومه الجديده احنا طبعا كنا واقفين عند بوينت 1. نفس الفكره لو انا مشيت في الواير ده هلاقي ان مفيش هنا ريزيستنس، يبقى البوينت اللي عندي الجديده دي برضو 3. يبقى انا كده حددت البوينتس الاول اللي انا هشتغل عليها. وبعدين تعالوا نشوف بقى لما احدد النقاط ابدا في ثاني خطوه ايه. احط البوينتس عندي فروم 1 تو كام؟ تو 3. ادي 1 2 و 3. وهاجي اقول بتوين 1 و 2 في مقاومه عندي هنا يا اولاد 8 اومز، ادي ال 8. بين ال 2 اند 3 في 6 اوم وفي كمان 3 اوم، يبقوا الاثنين دول مع بعض بارلل اهم بين 2 او بوينت 2 بوينت 3 عندي 2 ريزيستورز ار بارلل. وطبعا بين 3 وال 1 في 40 يبقى ما بين البوينت 1 لحد البوينت 3 ادي ال 40 اومز. هنقدر نعمل بقى في كل مره سمبليفاي، انا بعمل تبسيط او بخليها ابسط السيركت اللي عندي دي. هنا عندي 3 و 6 هيديني الايكويفلنت بتاعتهم كام؟ شوف بعد ما عملت الايكويفلنت ايوه 3 و 6 دول بارلل يبقى الايكويفلنت بتاعتهم 3 باي 6 اوفر 3 بلس 6 يعني ايكوالز 2 اومز. ال 2 اومز اللي عندي مع ال 8 طبعا سيريز هتبقى ب 10 اومز، ال 10 اوم مع ال 40 هتبقى قيمتها او توصيلهم هيبقى بارلل. هقدر اعين 10 باي 40 اوفر 10 بلس 40، ومن هنا هقدر اعين القيمه الاخيره 10 و 40 دول طبعا بارلل، وهنشوف القيمه بتاعتهم كام لو حسبناها. طب يا مستر ممكن بطريقه ثانيه او بدل ما استخدم البوينتس ممكن اعمل فكره ثانيه. تعالوا نعمل الطريقه بتاعه الكارنت او الريدكشن الاختزال. لو انا شفت السيركت اللي كانت موجوده دي بطريقه ثانيه، كارنت عندي بيحصل له ديستريبيوشن بالشكل اللي قدامي ده، هنا حصل ديستريبيوشن وهنا دخل تيار، ونفس الفكره الكارنت هنا ديستريبيوشن عدى على 40 والاثنين اتجمعوا هنا للباتري اجين، وده شكل طريقه ريدكشن اختزالات. كده عندي اكس دول كانوا بارلل وطبعا الايكويفلنت بتاعتهم زي ما احنا قلنا ب طبعا ال 2 الايكويفلنت ويز 8 عندي سيريز ودي قيمتها هتبقى 10 وال 10 مع ال 40 زي ما احنا اتفقنا بارلل، ومعناه ان القيمه اللي عندي ايكوال 8 اومز ودي قيمه الايكويفلنت ريزيستنس سواء بقى بطريقه البوينتس او بطريقه ريدكشنز الاختزالات. نظر ابلكيشن هنا عندي in the opposite figure the equivalent resistance. لو انا عاوز بقى
احسب قيمه الايكويفالنت ريزيستنس في الفيجر او السيركت دي. تعالوا بقى نلاحظ طريقه البوينتس ولا طريقه السيركت. هل هي 3.242 اومز او 3.48 اومز او طبعا 8.48؟ ده في هنا احنا بس للتبسيط لو انا بصيت برضو على طريقه البوينت العملي هنلاقي من البوينت 1 هنا مفيش ريزيستنس، يبقى 1 يبقى ريزيستنس 4 تبقى البوينت 2 ليتني ريزيستنس 1 ار 1 عندي ب 1 اوم يبقى بوينت جديده 3، قبلتني ريزيستنس الار 2 ب 3 هتبقى بوينت 4، قبلتني مقاومه كمان جديده 2 اومز هتبقى في بوينت جديده 5، اند مقاومه 2 اوم يبقى في بوينت 6 اند 6. سو عندي فيجر اور سيركت دي هيبقى الشكل بتاعها تمام. روم 1 تو 6 حطيت البوينت من 1 ل 6 وقلت من 1 عندي ل 2 في 4، ادي من 1 ل 2 ادي ال 4. ل 3 عندي في مقاومه 1 اوم ومقاومه 3 اوم، ادي 1 اوم وادي 2 اند 5 بين 4 و 5 عندي مقاومه 2 اوم كما احنا شايفين، اند بين 0.5 و 0.6 في 2 اوم، من 5 ل 6 عندي 2 اوم، وطبعا البوينتس اللي هي في الميدل دي او الريزيستنس اللي هي موجوده في الميدل ار 4 وار 7 3 و 6 عم نشوف كده، ادي 3 3 ما بين 0.2 و 0.5، ما بين 0.2 هنا 0.5 اقول له ده في مقاومه كمان 3، اند بين 0.1 و 0.6 ما بين البوينت 1 عندي هنا والبوينت 6 في مقاومه 6 اوم موجوده. هنشوف السيركت بقى شكلها عامل ازاي. 1 و3 و2 دول بيبقوا الكونكشن بتاعهم بيبقى سيريز كونكشن، يبقى انا عندي الايكويفالنت بتاعتهم 6 اوم. اوم مع 3 دي الايكويفالنت زي ما احنا اتفقنا 6 باي 3 اوفر 6 بلس 3 يعني 2 اومز. 2 اومز اللي هتطلع ويز 2 ويز 4 هتبقى سيريز. تعالوا نشوف، ايوه ال 2 اومز اللي عندي مع ال 2 اوم مع ال 4 اوم كلهم هيبقوا سيريز كونكشن، والايكويفالنت بتاعهم طبعا هيبقى 8، وال 8 مع ال 6 هيبقى بارلل كونكشن زي ما احنا شايفين بين 0.1 ل 6 فضل عندي 6 اومز و 8 اومز ودول بارلل كونكشن يعني الايكويفالنت بتاعتهم ايوه هتبقى 3.42 طبعا اومز. يبقى هنشوف الاجابه او الكوريكت انسر عندي 3.42. another applications هنا في الاوبوزيت فيجر اللي قدامي ده بيطلب مني برضو الايكويفالنت ريزيستنس بين اكس هنا بوينت اكس 20 اوم بوينت واي 5 اومز 12 اومز. نقدر نحسبها ازاي؟ هو بيسالني هل الايكويفالنت ريزيستنس 3 اومز اور 20 اوم. انا هنا خلاص فاهم من الفيجر او من الشكل ده ان في بارلل كونكشن، يبقى انا لما يطلب مني الايكويفالنت ريزيستنس اقول له 1 اوفر ار توتال ار ايكويفالنت ايكوالز 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 بلس 1 اوفر ار 3. انا عندي 3 ريزيستورز ار كونكشن او كونكتد ان بارلل، وعندي زي ما احنا شايفين كده توصيلهم بيبقى دايما parallel connection. طيب انا عاوز احسب الار equivalent، يبقى قيمه الار equivalent عندي equals 1 over 12 ادي القيمه بتاع الار 1 plus 1 over 5 plus 1 over 20 so it gives 1 over 3. يبقى الار equivalent عندي طبعا 3 اومز، دي قيمه الاجابه او الاختيار اللي موجود عندي، وده بعد طبعا ما عملت طريقه البوينتس او استخدمتهم فروم فيجر على طول ان هم بارلل كونكشن. يبقى الانسر انا عاوز هنا في النوت اللي قدامي دي الاول جايد لاين ده عشان في تطبيق مهم عليه، بيقول لما اجي اعمل ديترمينيشن للايكويفالنت فور النت اوف ريزيستنس، عندي مجموعه مقاومات في اي سيركت هاز نيجلكتد ريزيستنس ديو تو ايكوالايز ذا بوتنشال ديفرنس. كده طالما في R و R وفي هنا R و R يبقى أنا ممكن أكنسل المقاومة دي باعتبار إن هم عندهم equalizes in potential difference. يبقى السيركت دي الشكل بتاعها
هيبقى هعمل نيجلكتنج لي او كانسلنج للمقاومه اللي هي ات ذا ميدل ما بين اكس وواي. سو ذيس فيجر طبعا كونفرتد انتو سمبل فيجر بالشكل ده، وهنبدا نشوف الفكره دي بنقدر نحل او نشوفها ازاي في تطبيق. هنا في الشكل اللي قدامي ده ان ذا اوبوزيت فيجر طالب مني الايكويفلنت ريزيستنس. طيب نرجع للبوينتس او الجايد لاين، الجايد لاين لسه لما يكون عندي مقاومه 6 اومز وهنا 6 اومز لازم اكنسل المقاومه باعتبار ان دول ار ايكوالايزز في بوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس. يبقى انا هبدا الفكره من هنا، هو بيسالني يعني هل الايكويفلنت ريزيستنس المقاومه المكافئه عندي هنا القيمه بتاعتها 6 اومز or 3 ohms or 9 ohms or 8 ohms. بدأنا الفكرة بإيه؟ أنا هعمل الأول التبسيط للشكل زي ما أنا عملت، كنسلت المقاومة اللي في الميدل علشان اعتبار إن 2 points عندي هنا are equalized in potential difference. يبقى ده معناه الشكل اتحول ل 6 مع 6 ohm وهنا 6 ohm مع 6 ohm، كده الشكل بقى أبسط. هقدر أجيب الـ R1 equivalent لكل part 6 مع 6 يبقى R1 R2 over R1 plus R2، يعني 6 by 6 over 6 plus 6، يعني قيمة الأول equivalent عندي 3 ohm، وأجيب السكند من الدايرة بنفس الطريقة طبعا 6 مع 6 ohm are parallel، معناه إن الـ R2 ده equivalent equal R1 by R2 over الـ R1 plus الـ R2، يعني equal 6 by 6 over 6 plus 6 يعني 3 اوم. دي يبقى قيمه كل الايكويفلنت عندي 6 اوم، فعلا دي الاجابه الصحيحه. برضو عندي ناخد بالنا من الجايد لاين اللي قدامي ده عشان ابدا اشوف تطبيق بعده. لو انا بصيت على الشكل اللي قدامي ده في كارنت 12 امبير حصل له ديستريبيوشن ل 3 امبير و 9 امبير، ليه يا مستر؟ لان هنا قيمه المقاومه 21 وكنا المقاومه عندي 7 اوم، يبقى ده معناه ان قيمه المقاومه 21 ريليتيف تو 7 3 تايمز. سو يبقى لازم الار اللي موجود عند 7 تبقى 3 تايمز الار الاي اللي موجود عند 21 عشان الريليشن اللي كانت ما بين الاي والريزيستنس كانت انفرسلي. طيب لما يكون عندي بقى شايفين التيار ال 12 اتوزعوا ازاي؟ عشان هنا 23 تايمز للاومز اللي هنا، انما لو دخل 6 امبير وحصل ديستريبيوشن هنا 3 وهنا 6، يعني المقاومه الثانيه هنا دبل قيمه المقاومه اللي فوق 3 اومز، يبقى معناه الكارنت هيتوزع طبعا انفرسلي ريليشن مع الار، يعني 6 هتبقى هنا 4 مع 2 علشان المقاومه 6 دبل المقاومه 3، يبقى الاي عندي اللي عند المقاومه 3 دبل الاي اللي عند المقاومه 6. ودي فكره السؤال او التطبيق اللي جاي معانا. هنا from the opposite circuit find the reading of ammeters، عاوز يجيب قراءة الاميترز A1 A2 A3 قدامي هنا من الشكل ده. طبعا واضح ان في current هنا، current ده دخل عاوز اجيب كان دخل في مقاومة 2 ohms وكان البوتنشال difference 24 volts. طبعا اتوزع هنا عندي للمقاومة 6 ومقاومة 12، واضح ان هنا لو انتم ملاحظين المقاومة 12 دبل المقاومة 6. تعالوا نبدا فكره الحل. بالنسبه لـ A1، A1 سهل خلاص ان انا اجيبه، ده كان عباره عن الاي عندي اللي فيه او القراءه بتاعه الاي في اوفر الار، الفي 24 الار ب 2، يبقى قيمه الاي في اللي هنا داخل 12 امبير، ال 12 امبير بقى اتوزعوا على الاميتر A2 والاميتر A3. نروح نحسب الاميتر A2 ريدنج بتاع الاميتر A2، نحسبها يا مستر الاي الار جروب عندي اللي داخل هنا ايكوال الاي في الار برانش، يعني ال 12 اللي عندنا الامبير باي الار اللي عندي المقاومه اللي هي 4 لو احنا بصينا عليها كده ايكوال اي 2 باي 6 يا مستر، يعني ده معناه ان الاي 2 ايكوال 8، كده الاي 2 هنا ال 12 هنا اتوزع منهم هنا 8، يبقى ده معناه in the reading A3 لازم تطلع 4 عشان the rest of هنا بنفس الفكرة ان ال IR للجروب equal IR للبرانش، IR للجروب عندي ال I ب 12 وال R بتاعت الجروب ب 4، يبقى ده معناه
ان الاي 3 عندي ايكوال طبعا 4 امبير. هنا بالنسبه للشكل اللي قدامي ده، تعالوا نشوف الشكل ده بيقول ايه. بيقول 3 identical lamps in the following figure compare between illumination of P1 P2 in case of، عاوز اعمل comparison ما بين اضاءة ال P1 وال P2 في حالة number 1 ال opening the key number B closing the key. هنا في الشكل اللي قدامي ده واضح الاول الفيجر الموجود ده في حالة ال opening key المفتاح ده معناه ان الكارنت لو مشي من هنا ولاد في البي 1 هيمشي في 1 طبعا باص مسار واحد، يبقى كده التوصيل هنا سيريس كونكشن. سو ذا الليومينيشن اللي عندي بي 1 ايكوال الليومينيشن بي 2 عشان هعتبر ان هنا المقاومه او اللامب اللي هنا نو كارنت باس ثرو ات. وايل ان كيس اوف كلوزنج كي هنلاقي ان حصل هنا بارل كونكشن ما بين بي 3 وبي 2، سو بي 1 انكريز and B2 decrease عشان التيار هيقل. تو او ده عشان البارل كونكشن عندي التوصيل البارل اللي عندي موجود هيقلل من قيمه التيار اللي موجود. دي فكره جديده. In the opposite figure هنا بيسالني طالب مني ان انا احدد قيمه الاي 1 والاي 2 اللي موجودين عندنا في الشكل اللي قدامي ده. تعالوا نشوفه. بيقول عندي هنا at a point B في النقطة B كان في I1 out وطبعا 5 أمبير in، وعند طبعا قيمة ال 4 أمبير out والI1 out، ولكن ال in 5 أمبير، يعني داخل له 5 أمبير خارج 4 أمبير وI1. طبعا أنا لو استخدمت الكيرشوف فيرست لو أقول له at point B ال 5 أمبير اللي داخلين دول equal summation 4 plus I1 so I1 equal 1 أمبير. At the point C عند ال point C هروح عند ال point C عشان أجيب قيمة برضه ال I2 أو ال I3. أقول وداخل كمان 4 أمبير وخارج I3 so the value of I3 equal 4 plus 4 equal 8 أمبير. While at point A نيجي عند ال point A داخل ال I3 اللي كان 8 ده خارج هنا 5 أمبير وخارج I2، يعني ال 8 equal 5 plus I2 so the value of I2 3 أمبير. ومن هنا هنقدر نقول إن إحنا أولاد النهاردة قدرنا نقف عند بعض أو أهم النقاط على البارت أو شابتر 1، وأتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائي وبناتي الطلاب من طلاب الصف الثالث أو الثانوية العامة، وأتمنى التوفيق وأشكر فريق أو أعضاء الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالوزارة، والسلام عليكم.